الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونستعين به استعانة العاجزين، ونلجأ إليه لجوء المضطرين. هو إله الأولين والآخرين، وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الموحدين، أرسله الله رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا فيها، فيكون من أول دعائهم كما ذكر الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا دعاء أهل الجنة لما يدخلون الجنة ويطؤون بأقدامهم الجنة، يدعون بهذا الدعاء، فلا هم ولا حزن ولا نصب هناك. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت الصلاة؟ ليش قاعد بالمسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول هذا الصحابي: فقلت ذلك في كل صباح ومساء. قال: فأذهب الله همي وقضى عني ديني. نعم، هو دعاء مفيد يدفع الهم والحزن قبل وقوعه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، يا عباد الله، سئل الإمام علي كرم الله وجهه، فقيل له: يا إمام، من أشد وأعظم جند الله؟ من أشد وأعظم خلق الله تعالى؟ فقال الإمام علي رضي الله عنه الحديث. قال: ثم نظرت فوجدت أن النار يذيب الحديد، فقلت: إذن النار أعظم وأشد خلق الله. قال: ثم نظرت فوجدت أن الماء يطفئ النار، فقلت: إذن الماء أعظم وأشد خلق الله.
قال: ثم نظرت فوجدت أن السحاب تنقل الماء أو تحمل الماء، فقلت: السحاب إذن أعظم وأشد خلق الله. قال: ثم نظرت فوجدت الريح تسوق السحاب، فقلت: إذن السحاب الريح أعظم وأشد خلق الله. قال: ثم نظرت إلى الجبال فوجدت الجبال تعترض الريح وتصدها، فقلت: إذن الجبال أعظم وأشد خلق الله. قال: ثم نظرت إلى الإنسان فقلت: الإنسان ينحت الجبال، فالإنسان إذن أعظم وأشد خلق الله. ثم نظرت فوجدت الذي يغلب الإنسان وهو النوم، فقلت: النوم إذن أعظم وأشد خلق الله وجود الله. قال: ثم نظرت فوجدت الذي يذهب النوم وبطير النوم من الرأس. قال: فوجدت الهم، الهم هو أعظم وأشد خلق الله تعالى. نعم، الهموم، والهموم هي أعظم وأشد خلق الله. الهموم التي تملأ حياتنا، بل ما أكثرها في زماننا وفي أيامنا، فما منا من أحد إلا ويشكو أمرا، فهذه الحياة لا تصفو لأحد. فكما أنها ليست بدار بقاء، كذلك هي ليست بدار صفاء. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، هيك طبيعة الحياة. فكم منا من يشكو ألما، كم منا من يشكو مرضا، اللي عنده سكري، واللي عنده مشاكل بالقلب، واللي عنده مشاكل بالعظام، واللي عنده مشاكل بالكلى، واللي عنده السرطان، أعاذنا الله وإياكم من كل هذه الأمراض. إذا كل يشكو ألما ومرضا، كم منا من يشكو عقوقا، يا مبيوت يا آباء وأمهات ولادهم السكران، كم منا من يشكو ضيقا. الحياة ضاقت على الناس، صارت ضيقة، فيش وين يحط سيارته، تلاقي ريف سيارات كله صافي على الرصيف على المدرخات، فيش صافي متر للعمار، شباب بالثلاثينات وبالأربعينات فيش عنده أمل في الحياة، فيش وين يعمر. كم منا من يشكو فقرا، هل بالضبط بالكاد بكفوه الشهر، إذا أجا أربع خمس أعراس أكلها. كم منا من يشكو حرمان الولد، تلاقيه متجوز خمس سنين أو عشر سنين أو أكثر بجوش أولاد. كم منا من يشكو فقدا لابن فارقه وهو في ريعان الشباب، أو أبا مات هو شاب، أو أم ماتت في ريعان شبابها. إذا الهموم والغموم كثيرة، ونحن المسلمين، نحن المسلمين نشكو ظلم الظالمين. هاي رجعوا ضربوا غزة لويش؟ 47 شهيد وأكثر من 400 جريح، والعالم العربي والغربي في صمت مريب. إذن هذا هم، نشكو ظلم الظالمين نحن المسلمين. إذن هذه الحياة مليئة بالهموم والغموم والمصائب والآلام والأوجاع والمنغصات، فهي لا تصفو لأحد ولا يسلم
لكنهم لم يستسلموا. ما يئسوا، بل إنهم كانوا يدعون ربهم بالليل والنهار، كانوا يلجؤون إلى الله تعالى. فدواء وعلاج الهموم والغموم هو الدعاء واللجوء وطلب العون من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأدعية، قال: إذا أصاب أحدا، قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. من يدعو بهذا الدعاء؟ قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. يقول الصحابة: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمع هذا الدعاء أن يتعلمه فيردده صباح مساء، فيذهب الله تعالى غمه وهمه وحزنه. زوال الهموم والغموم يكون بكثرة الاستغفار. قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. زوال الهموم والغموم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إن لا حول ولا قوة إلا بالله هي دواء لتسعة وتسعين داء أيسرها الهم. وجاء صحابي إلى رسول الله أبي بن كعب، قال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك من صلاتي النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يذهب الله غمك وهمك ويغفر لك ذنبك. فبالإكثار كذلك من الصلاة على رسول الله يذهب الله عز وجل همومنا وأحزاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، عباد الله. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قالوا له: يا إمام، متى الراحة؟ متى نجد الراحة؟ فقال: عند وضع أول قدم في الجنة. الراحة والسعادة الحقيقية عندما تضع أول قدم في الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، الراحة والسعادة الحقيقية والطمأنينة في جنة الله عز وجل ورضوانه ليست في هذه الدنيا. فهذه الدنيا هي دار المصائب والابتلاءات. إنما المسلم نظره إلى الآخرة. هذه الجنة تحتاج منا إلى جهد وإلى تعب حتى ندخلها،
وندخلها كذلك برحمة الله تعالى. فاللهم يا ربنا ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فقدت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.